نحن نرى الشعب اللبناني هو نسيج متماسك، شعب عربي، ويهمنا جدا تماسكه، وتهمنا العلاقة أن تكون علاقة شعب بشعب. كذلك هذه المبادئ هي نفس المبادئ التي ننطلق منها في دولة قطر لدعم أشقائنا في فلسطين في كفاحهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم أشقائنا في سوريا لنيلهم الحرية والكرامة. ونتطلع إلى أن يكون هناك مستقبل آمن للمنطقة، ونقدر جدا الوضع الذي يمرون فيه أشقائنا في لبنان، سواء كان من الأزمات المحيطة بهم، ونقدر جدا أيضا السياسة التي يتبعوها أشقائنا اللبنانيين تجاه قضايا المنطقة، ومتفهمين لهذه الأوضاع، وكذلك الدور الإنساني الذي تقوم فيه لبنان في استضافة أشقائهم اللاجئين الذين تشردوا بسبب هذه الحروب، واستقبلتهم لبنان واحتضنتهم، ونؤكد على دعم دولة قطر للبنان في هذا المجال، كما أثني على كلام معالي الوزير بدعم دولة قطر للجيش الوطني اللبناني وبناء جيش قوي يساعد لبنان على الدفاع عن نفسه وعلى حماية أمنه وسلامة أراضيه. تحدثنا عن الإمكانيات التي من الممكن أن نتقدم فيها كمشروعات شراكة بين بلدينا، وسيكون هناك تبادل في زيارات بين المسؤولين في البلدين للنظر في الإمكانيات التي من الممكن أن نمضي فيها قدما، كما نتمنى أن ينتهي الاستحقاق الأخير وهو استحقاق تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حتى تعود الحياة الطبيعية إلى لبنان، ونستطيع العمل أو البدء في العمل في بيئة مناسبة ومواتية للانطلاق، وأن يكون هناك زيادة في الحركة وفي التنمية الاقتصادية في لبنان الذي ندرك جميعنا أهميته، وحاجة لبنان إلى استقرار وأمن وتنمية اقتصادية، كما أيضا نتمنى أن تعود لبنان كوجهة للسياح الخليجيين. زيارتنا اليوم الحمد لله كانت ناجحة، والأمور نراها في أفضل حال إن شاء الله، ونسعد برؤية أشقائنا الخليجيين أيضا كتوافد أما على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي إلى لبنان. هالزيارة هيدي إجت لتهنئة فخامة الرئيس على انتخابه، هيدي لفتة كريمة من دولة قطر، والعلاقات القائمة بيننا وبينها بتوجب طبعا أنه لبنان يلبي الدعوة، واللبنانيين يكونوا من مسؤولين ومن أعلى الهرم إلى كل اللبنانيين موجودين بدولة قطر، وترجع العلاقات العربية لا تشوب أي شائبة، ونأمل بالنتيجة أنه الجامعة العربية والدول العربية كلها تأخذ زمام المبادرة وتحل مشاكلها بقدرتها وبقرارها الذاتي. هذا الشيء اللي بنتأمل أن ننتقل له، وهيدي الزيارة منا إلا لفتة كريمة وإلا عربون محبة وتضامن وتكامل بين الدول العربية. بنتأمل من خلالها أنه لبنان يلعب دوره الكامل، يكون عطول مصدر للحلول في المنطقة، مصدر للتواصل والتلاقي في المنطقة، مش سبب لأي مشاكل، ويكون ريحنا إخواننا العرب من مشاكلنا ودخلنا نحن إلى حل المشاكل العربية.